وتنطالبوا باسقاط هذا النظام وباعتذار رسمي للساده الاساتذه. السياسه ديال الترهيب والتخويف هي اكبر دليل على فشل الوزاره. التلاميذ مقبلين على الامتحانات وهما ما قراتوا شي حاجه. لو كانت لدينا اي خيارات اخرى قانونيه لكنا لجانا اليها. لن نعود الى القسم ونحن نجر اذيال الخيبه نهائيا. انا ولادي كنديهم بيدي حتى للمدرسه ملي كنوصل للمدرسه كيقول لك الاضراب ما كاينش شي وكتنوض ترجع في حالك للدار. لكن للاسف الشديد بالرغم من اننا الان في اضراب شبه مفتوح منذ شهر ونصف لا زالت الوزاره تماطل. جاءت الفرصه وجاء الوضع انهم يقولوا نحن فشلنا فشلا ذريعا خصهم يعترفوا بها. اسمع يا وزير. اسمع اسمع يا وزير. الاساسي دولات الشعب. الاساسي دولات الشعب. اولادكم قريتوهم. اولادكم قريتوهم. اولاد الشعب شردتوهم. اولاد الشعب شردتوهم. اولادكم قريتوهم. اولادكم قريتوهم. اولاد الشعب شردتوهم. اولاد الشعب شردتوهم. رحمة الله. تحية نضالية لجميع المناظر الإعلامية اللي كتوقف بجانب دائما رجال التعليم. معكم أستاذ شريف، كنهضر هنايا بصفتي كأب ومن طوب بصفتي كأستاذ ديال التلاميذ الأهلي. حنا هنايا كأساتذة وكشغيلة تعليمية اللي ضربات ما يقرب واحد 25 عام في التعليم ضد النظام الأساسي المجحف اللي جا ضد الأساتذة وضد الأسرة المغربية وضد المدرسة العمومية. بكل بساطة هذا النظام هذا جا مجموعة ديال المهام، مجموعة تاع العقوبات. بالنسبة للمهام، هاد المهام هادو كنا حنا عاد بلا قلت حنا الأساتذة بكل بساطة كنديروهم وباقي الآن كنديروهم بكل طواعية وزايدين على مهام التدريس ديالنا. هاد النظام جا بيضنا أننا نديرو هاد الشيء بزاف، زائد ما كاين لا تحفيز لا والو، زائد أننا هنا أصلا ضد أي حاجة غادي تضرب العمق ديال المدرسة العمومية اللي قرينا فيها كاملين. حنا كنناضلوا ضد اعتبار المدرسه العموميه، حنا بغينا كاع المدارس تاع المغرب يكونوا مدارس الرياده، حنا بغينا الاستاذ ترجع عليه الكرامه ديالو، الكرامه اللي كانت عنده شحال هذا، واخر اخر اخر حاجه كنطلبوا بها هي الزياده في الاجور قياسا على جميع القطاعات. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، الاستاذه التعليم الابتدائي مدرسه التقدم. اليوم احنا في اطار هذه الوقفه الاحتجاجيه التي نظمتها التنسيقيه الموحده لهيئه التدريس واطر الدعم بالمغرب، جينا كاساتذه كاطر كمن بينا جميع الفئات جميع الاسلاك باش نحتجوا على النظام الاساسي اللي نزلوا الوزير اولا ونصحوا المغالطات اللي تنشرات علينا في وسائل الاعلام. حنا ما كنطالبوش بالزياده في الاجور فقط، هذه اولا. ثانيا حنا هنا في التنسيقيه الموحده لهيئه التدريس واطر الدعم كان نصرروا على مبدا الوحده. إذا كان الوزير قال أننا ما فهمناش النظام الأساسي في شموليته فنحن نقول له أنه لم يفهم نضالنا في استمراريته ولم يفهم وحدتنا تهي في شموليتها. نحن مستمرون إلى حين تحقيق المطالب. جميع السياسات والتكتيكات التي تعتمدها الوزارة ديال التخويف والترهيب ديال الاستاذ لن تاتي اقتطاع الاجور حتى نعم حتى اقتطاع. راه شفنا تسريبات ديال بعض الوثائق اللي هي رسميه كانت البارح. هاد السياسه ذهب اكل عليها الدهر وشارب، ما غاديش تخوفنا بالعكس باش كنقولها وكنسطر بالخط العريض عليها. السياسه ديال الترهيب والتخويف هي اكبر دليل على فشل الوزاره في تدبير الأزمة. نحن نعيش أزمة والوزارة يجب أن تعترف أنها فشلت في إدارة هذه الأزمة، وهذا هو الأكيد، هذا هو الدليل القاطع باش يفهموا الآباء وأولياء الأمور. نعم تسمنا شوية هذا المرسوم الجديد، شاء
شنو على ماذا ينص هذا المرسوم الجديد؟ نحن نرفض المرسوم الجديد كامل. احنا هنايا احنا شوف كيقول لك الوزير احنا غادي نصيفط لكم اللي يشرح لكم. هل الاساتذه يحتاجون من يفسر ويشرح لهم؟ لا وقطعا لا. احنا ما عندخلوش في المتاهات ديال الشرح، احنا عندخلوا في واحد الحاجه سميتها نرفض رفضا كليا تاما النظام الاساسي. اذا كان هو الفيصل هو الحاجز يجب اسقاطه. وكنقولها نقولها ونعيدها، جميع السياسات الترهيبيه كتبين باننا على قوه وهم على ضعف، سنستمر غادي نستمروا. جاءت الفرصه وجاء الوضع انهم يقولوا نحن فشلنا فشلا ذريعا، خصهم يعترفوا بها. الى ما بغاوش يعترفوا نحن الى الامام الى الامام حتى تحقيق المطالب. لن نعود الى القسم ونحن نجر اذيال الخيبه نهائيا نهائيا، فليعرفها جميع الناس. النيابه باش كنطلبوا بالحقوق ديال وليداتنا، عندي ثلاثه دعوه كنديهم من المدرسه، كل نهار كاين اضراب، ضروا لنهايه سالات، التلاميذ مقبلين على الامتحانات وهما ما قراتوا شي حاجه، شهرين دوزوها لهم في الدعم، ذاك الدعم اللي دون المستوى، يعني التلاميذ في الخامس واش يوجدوا الامتحانات الواحد وما راجعين بهم، رجع بهم القسم ديال التحضيري. حنا جينا هنا باش كنطلبوا، كنسيدوا كنساندوا الاساتذه وحنا واقفين معاهم باش يقدروا يقريو لنا وليداتنا. دابا كنطلبوا من الوزير يجلسوا مع الاساتذه يشوفوا المتطلبات ديالهم شنو هما. انا ولادي كنديهم بيدي حتى للمدرسه، ملي كنوصل للمدرسه كيقول لك الاضراب ما كاينش شي وكتنوض ترجع بحالك للدار، هذا راه عيب. يمشيو يشوفوا الاساتذه شنو بغاو. راه الدوره انا كنقول لك دوره سالات، هما اصلا تلاموا طالعين ضعافين من الحجر الصحي، بداو من الحجر الصحي بقاو طالعين ضعافين، ما كاين لا قرايه لا حتى شي حاجه. زادوا كملوا لهم دوره الاضراب، شنو غادي يقراو ولادنا؟ ما غايقراو حتى شي حاجه، اللهم ان هذا منكر. كنطلبوا منهم يراعيو الاساتذه ويسمعوا شنو بغاو، ويبيعوا لهم المتطلبات ديالهم باش هما يقدروا يوفروا لنا التعليم المناسب للتلاميذ ديالنا. وشكرا. حنا جينا نطالبوا بالحق الاستاذ يرجع له، راه وليداتنا ضايعين والاساتذه ضايعين واسقاط المرسوم، هذا الشيء ما خدامش. ولادنا راه جالسين في الدار لا قرايه لا والو، الاستاذ يعطيوها الحق ديالو. كنطالبوا بالحق ديال الاستاذ، وإلا كان الحق ديال الاستاذ حتى وليداتنا غيقراو. اسقاط هذا المرسوم هذا يتسقط، ما بغيناش شي. السلام عليكم. حنايا جينا لهنايا كنحتجوا كنساندوا المعلم وكنساندوا وليداتنا. هذا الشيء بزاف تبارك الله ما شاء الله ميدخلنا، والاضرابات الاضرابات وهذا الشيء باين عليه باقي غادي يطول، وهذا الشيء ماشي معقول. حنا كنطالبوا يعطيوا الحقوق للمعلم باش وليداتنا يقراوا. طبيعة الحال المطالب واضحة جدا، وأن هنالك أزمة أشعلها فتيلها صدور هذا النظام المشؤوم. السادة الأساتذة وجميع الفاعلين يطالبون بسحب هذا النظام الأساسي وإعادته إلى طاولة الحوار مجددا من أجل نزع هذه الفتيل. إذن على من خلق هذه الأزمة أن يجد الحل المناسب وكفاه تماطلا، لأن التماطل ينذر بأشياء ربما ستخرج عن السيطرة. الموسم الدراسي الآن بعد شهر ونصف من سياسة النعامة وإدخال الرأس في التراب، ها نحن الآن على مشارف نهاية الدورة الأولى ولا نزال طبيعة الحال في مواجهات من خلال هذه. الأساتذة مصرون على أنهم لم يشتغلوا في ظل هذا النظام الأساسي، هذا النظام الأساسي ينبغي أن يسحب وأن يعاد إلى طاولة الحوار وأن يتم تصحيح وتعديل كل النقاط الخلافية. طبيعة الحال مع احترام الاتفاقات التي وقعتها الحكومة وكذلك الوزارة مع النقابات المعنية، أيضا على النقابات أن تستمع إلى صوت القواعد حتى لا تقع في المشكلة التي وقعت سابقا. عدا ذلك طبعا المكان الطبيعي للتلاميذ الأساتذة والمؤسسات التعليمية، نريد أن نعود إلى فصولنا الدراسية. على الجميع أن يتحمل مسؤولياته، على مؤسسات الدولة أن تكون في مستوى المرحلة وفي مستوى تدبير هذه الأزمة. هذه الأزمة عرفت كيف تخلقها، فعليها أن تعرف كيف تحلها وكيف تقوم. لو كانت لدينا أي خيارات أخرى قانونية لكنا لجأنا إليها، لكن للأسف الشديد بالرغم من أننا الآن في إضراب شبه مفتوح منذ شهر ونصف، لا زالت الوزارة تماطل، لا زالت الحكومة تماطل، ليست هنالك أي بوادر للحل، ليست هنالك أي حس مسؤولية. المواطنون والأمهات والآباء تحديدا يشعرون بأن الدولة غير معنية بالمدرسة العمومية الوطنية. نحن نشعر بأن هنالك اتجاها متسارعا لخصخصة التعليم وللقضاء على المدرسة العمومية
ولضرب اخر تجويزيه. نقول ان هذا النظام الاساسي نظام غير دستوري، ينبغي ان يحال على المحكمه الدستوريه، وبانه ان الاوان لكي تجد الوزاره الحل المناسب. على الاقل عليها ان تستمع الى الاصوات، عليها ان لا تنهج سياسه الهروب الى الامام، لان هذه السياسه لن تحل المشكل على الاطلاق. المشكل يحل بالحوار، المشكل يحل في اطار القانون، المشكل يحل في اطار التدبير التشاركي كما تم في جميع القطاعات باستثناء في قطاع التعليم، لا ندري ما هذا المشكل بالتحديد. نحتاج لرد الاعتبار ولصون كرامه رجل التعليم ومراه التعليم، داكشي علاش كنحتاجوا، ونحن لسنا نحتاجوا من اجل الزياده في الاجور كما يتم الترويج له من طرف بعض الجهات. نعم، مساله الزياده في الاجور هو مطلب ديالنا كنساء ورجال التعليم منذ زمن، لكن ماشي هو المطلب الاساسي، وانما المطلب الاساسي ديالنا هو رد الاعتبار وصون كرامه رجل ومراه التعليم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.